عليكم، معكم الطباخ سيد الدين. ان شاء الله نقدم لكم طنجيه ديال اللحم ديال الغنمي، هذا ديال العيد. هنا تقريبا تكون ديك 4 كيلو شي حاجه. تنحتاج درت هنا 3 صوص ديال الثومه محكوكين، الملحه والقزبر المطحون. دابا تنضيف عليها الزعفران الحر، هذا شي شويه نزيد شي شويه ديال الماء، نعرك هادشي. من بعد غادي نعرك اللحم ونغطيه ونخليه في نرده في الكيفات ونغطيه بالسلوفان ونخليه يبات حتى لغدا ان شاء الله. عاد نطيب نشرب له مزيان. هذا راه نطيبو بلا زيت، لا زيت بلديه لا روميه ان شاء الله. هاي صباح شارب ان شاء الله، حتى لغدا نتلاقاو على الطريقه ديال الطبخ. اللحم يتشحر، نمرقو غير شويه، ما تكثروش الماء، دايما نضربو في الجناب. زيد شي شويه، من بعد تنضيف السمن، تنضيف اللحم المصير، درتي نص حمضه حله، من بعد تنضيف الكمون حبوب، زيد شويه. دابا نغطيه وندير البوطا، نخليها مجهزة شوية، هي غدا غنقص البوطا ونخليها مهيلة يطيب تقريبا شي ساعتين ونص. دابا اللحم غنديرو في الفران يحمر مع الغنمي، تيبغي الفران الديدان، إلا كان شي ديدان يتحيد ما تيكون مشحل. هاهو شوف شوفو الديدان كيف داير بلا ما ندير الزيت. شو اللي دا تيطلق، غنديرو في الفران غدغميرة أو غدا بشي كاسرونة ونخليها تعلق شوية وعاد ندغيسي إن شاء الله. دابا غندغيسي، درت لاصوص هاهنا تيجي هائل. تتعطي فيها